عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيك يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير في أحسن حال. إن شاء الله النهاردة هنذبح مع بعض الفرخة دي. الفرخة دي يا جماعة من الفراخ اللي بتبيض. ايه السبب ان انا هذبحها؟ زي ما انتم شايفين ما شاء الله عرفها احمر قدامكم اهي. السبب يا جماعة ان انا هذبحها زي ما انتم شايفين اهي عرفها احمر ما شاء الله، يعني صحتها كويسة، لا تعبانة ولا اي حاجة. بس ايه السبب؟ كلكم هتستغربوا. الفرخة دي يا جماعة بسم الله ما شاء الله انا لقيتها تقيلة جدا، يعني تقيلة فوق ما تتخيلوا. لو انا جيت وزنتها دلوقتي بسم الله ما شاء الله هتعدي 3 كيلو ونص. تمام. فالتقل دوت تقلها دوت يعني ممكن يكون ان هي ليست او تقلت زيادة عن اللازم. فاحنا ان شاء الله كده انا قلت اذبحها، لان الفراخ لما بتتقل زيادة عن اللازم معنى كده ان هي ممكن تكون ليست بقى او قطعت بيض. فيعني انا بصراحه ما يعني ما اعرفش، لان انا ما اعرفش الفراخ ما شاء الله كلها بتبيض زي ما انتم شايفين، فانا ما اعرفش اذا كانت بتبيض او ما بتبيضش. فاحنا ان شاء الله كده هنذبحها باذن الله مع بعض وهنشوف اذا كانت مليسه او فيها دهن او فيها بيض، يعني يعتبر كتجربه كده. هي كده كده ان شاء الله انا حابه ان انا اذبحها لانها فعلا تقيله قوي، يعني فعشانك منها تقيله قوي حبيت ان انا اذبحها. يا ريت كلكم بقى تعملوا كده لايك يا جماعه قبل ما تذبحها. اللي لسه بيشوف قناتنا يا ريت يعمل اشتراك للقناه. وان شاء الله بقى بعد ما اذبحها هنضفها مع بعض وافتحها ان شاء الله قدامكم علشان اشوف يا جماعه الناس اللي هي مش عارفه يعني ايه مليسه هتعرف معايا ايه يعني ايه مليسه، وهوريها ازاي تعرف الفرخه المليسه من الفرخه اللي هي ما بتليس. تمام. وهشرح لكم برده وانا بنضفها ايه السبب ان هي بتليس. التليس ده يا جماعه اللي هي بتاعت اللي لما يكون الفرخه مليسه معنى كده ان اللي هي قفلت على البيض ما عادتش تبيض معاكش، يعني عشان الناس اللي هي بتقول يعني ايه يعني ايه مليسه، مليسه ديت يعني بتكون دهن من ورا كده بيبقى يعني على القوط بتاع البيض او على البيض اللي هو عند المخرج كده، تبص تلاقي مليسه كلتها دهن ما بتبيضش معاكش. فاحنا ان شاء الله هنذبحها بقى وهننضفها مع بعض، هشوف بقى فيها بيض، فيها عنقود بيض او كانت مريحه او كانت بتبيض او فيها دهن او الكلام ده كلته، احنا هنكتشف الكلام ده كلته مع بعض. تمام. فاحنا ان شاء الله بقى كده هنسمي الله وهنذبح دلوقتي اهوت وهنرجع معاكم تاني. ودي يا جماعه الفرخه بعد ما ذبحناها اهيت وسخنا الميه عشان ننضفها. حابه بس اقول لكم معلومه بسيطه، ناس كتير بسم الله ما شاء الله كل ما باجي اصور فيديو الفراخ ده يا جماعه بتسال العلامه دي ايه؟ العلامه دي يا جماعه اللي انتم شايفينها في رجلها دي كيس بلاستيك. ناس كل ما يعني ديت انت معلمه الفراخ ليه؟ انت رابطه في الفراخ حاجه سوداء ليه؟ يا جماعه انا رابطه العلامه انتوا شايفينها ديت لان الفراخ عندي بتقع في الشارع، بتنط مثلا عند الجيران او كده، دي حاجه كده علامه بس بعلم بها الفراخ. بدل ما اقول مثلا في الشارع ابص كده اقول الفرخه لا دي مش بتاعتي، ساعه ما بشوف العلامه دي في رجلي بعرف ان الفرخه دي بتاعتي. تمام. ده بس كل الموضوع وكل الحكايه. يلا بقى كده نسمي الله ونحطها في الميه السخنه وننضف. ده الفرخة بعد ما حطيناها في الميه السخنه هنحط عليها بقى ميه ساقعه عشان تبقى سهله معانا واحنا بننضفها. تمام. خلاص اهي بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع الرجلين كده بتاعتها بقى الاول عشان ايه تبقى سهله معانا واحنا بننضف. انا قلت لكم طبعا بقى ايه اللي يعني ايه السر اللي انا خلاني ذبحتها، انا لقيتها يعني تقيله. هو بسم الله ما شاء الله يا جماعه الفراخ الفيامو ديت اما تحب تذبحيها لحم بسم الله ما شاء الله بتديكي لحم كويس جدا، بيض بتديكي بيض برده كويس ما شاء الله. الفرخه لو هي يعني صحتها كويسه بتبيض معاك على طول كل يوم، النوعيه دي بتبيض معاك كل يوم. بس انا يعني ايه ما شاء الله لقيت، شايفين المنطقه دي كده الحته دي لقيت الفرخه تقيله تقيله جدا، فيعني انا قلت كده اذبحها وبرده انتوا تشوفوها معايا ونشوف في قلبها ايه، نشوف في قلبها دهن، نشوف في قلبها بيض، نشوف الفرخه فيها حاجه من جواها كده عشان الناس اللي هي ايه بتقول يعني يعني ايه يعني افرخ مليسه. انا بقى هوريك كل حاجه دلوقتي على الطبيعه.
هوريكم بقى كمية الدهن اللي عليه اهي، وهقول لكم ده سببه ايه. خلاص يا جماعة بدأنا نخلص كل الريش اللي عليها، معادش بس الا الحاجات اللي هي ايه الناعمة. هقول لكم برضو في سبب تاني يا جماعة، يعني ايه خلاني برضو شكيت ودبحت الفرخة دي. السبب التاني اللي انا كان عندي بسم الله ما شاء الله فرخة يمكن اكبر منها كمان، تقيلة جدا ما شاء الله، يمكن مش قادرة تمشي من تقلها. الفرخة دي يا جماعة يعني لقيتها كده ماتت لوحدي. ايه السبب ان هي ماتت؟ معرفش، لقيتها بيضة بيضة وميتة. إيه ليه بقى؟ خاف من الفرخة اللي تلاقيها تقلت اوي زيادة عن اللازم ديت. يعني الناس اللي هي يعني مربية فراخ والفراخ عندها تقيلة اوي اوي، ياريت تجدد وتحاول ان انت ما تخليش الفراخ تتقل اوي معاكش. معرفش دي بقى يعني يمكن ده كتر دهون او معرفش، بالرغم من ان انا بحاول يعني ما اخليش الفراخ عندي تربي سمنية. يعني لو انا اديت دش ولا حاجة قليل اوي لما بدي دش، بحاول ادي سيرس وادي عيش ادي دش خفيف اكل بيتي الحاجات دي كلها علشان الفرخ ما يكونش معايا دهن. تمام، فانا دلوقتي ايه حابه اذبحها واشوف ايه اللي جواها. إيه انا وريتها لكم في اول الفيديو، بسم الله ما شاء الله الفرخه صحتها كويسه، إيه وشها احمر بتبيض عادي، بس انا يعني بصراحه ما شفتهاش بتبيض، يعني هي بتبيض زيها زي الفراخ. هحطها تحت الحنفيه بقى. خلصنا الريش اهوت، ده طبعا مش التنظيفه النهائيه طبعا، يعني ايه زي ما بقول لكم، بس بحاول افتح من قدامكم عشان تشوفوا ايه اللي جواها. ده الحصاله بتاعتهم يا جماعه شلناها اهي. هنفتح بقى، على بقى كده ما نفتح نشوف دي ايه، دي دهن ولا دي ميه ولا دي ايه، يا ترى هنلاقي فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعه ده يعني لسه بنقول بسم الله اهوت، شايفين كميه الدهن ما شاء الله. تعالوا بقى كده ايه نسمي الله كده ونشوف ايه اللي في الفرخه دي، ايه اللي كلمه تقل. انا بفتحها هنا تحت الحنفيه اهيت، لان انا يعني شايفين لقيت فيها ايه، لقيت فيها البيض عامل ازاي. اه يعني خلي بالكم لان انا عندي الفرخه ماتت. ده يا جماعه البيض اهو، ده البيض كان في قلبها. إيه اول حاجه انا لقيت فيها كيس ميه، كيس ميه اصفر كده. إيه بس يعني عشان كانت في ناس بعتت لي قالت لي انا بلاقي ميه في قلب الفرخه وتبقى ريحتها وحشه، لا ده ما كانتش ريحتها وحشه ولا حاجه، بس لقيت البيض في قلبها زي ما انتم شايفين كده اهوت. حبيت بس اوريه لكم، ده كل اللي اهو اللي ده برده دي اللي دي ام البيض، او ديت يعني ايه اللي بتبقى جوه في اللي بيبقى فيها البيض، حتى هي لسه فيها بيض مجبن اهو زي ما انتم شايفين. ده لقيت فيه ميه اللي انتم شايفينه دوت، والبيض يا جماعه برده زي ما انتم شايفين اهو. والفرخه يا الفرخه ما شاء الله مليانه دهن، لان اللي خلاني عملت الحلقه ديت ان انا مات عندي فرخه امبارح. الفرخه ديت لقيتها يعني نايمه لوحدها كده. الكبده كويسه يا جماعه برده، يعني نظيفه ما فيش فيها حاجه اهي، لا هي مضروبه ولا فيها اي حاجه اهي. ولقيت برده فيها بيض سليم اهوت، انتوا شايفينه دوت. إيه المشكله كلها كانت في ام البيض اهي اللي شايفينها قدامكم اهي، واللي برده القناصه هي ما شاء الله مليانه دهن اهيت ونظيفه، يعني ما فيش فيها اي حاجه. دي كلت المشكله، انا حبيت بس يعني اوريكم عشان كلكم تعرفوا. اي واحده تلاقي الفرخه تقلت عندها زياده عن اللازم اذبحيها على طول، ما تسكتيش عليها. ان الفرخه اللي ماتت عندي يا جماعه كانت بسم الله ما شاء الله كانت تقيله جدا، كانت يمكن توصلها 4 كيلو. الفرخه دي زي ما انتم شايفاها برده في اول ما ذبحت خالص انا وريتها لكم، كان عرفها احمر وكان وشها ما شاء الله لا هيبان عليها ان هي تعبانه ولا اي حاجه، بس فعلا لقيتها فعلا تقيله برده، تقيله جدا. فانا قلت يعني اشوف الفرخة ديت تقولها دوت ايه، تقولها دي دهن او تقولها دي في حاجة. هو لسه فيها يعني لسه فيها بيضة اهوت، بيضة اهو، بس هي المشكلة كلها كانت في البيض المجبن ده،
فاحنا ان شاء الله برضه انا هروح للدكتور يعني هفهمه على الموضوع ده كلته، وهقول له ايه السبب يعني، وهقول لكم برضه وهعرفكم عشان الناس كلها تستفاد. اهي يا جماعه يعني شايفين كل الحاجات اللي عايزه اقول اللي في قلب الفرخه دي كلها، ده كده انا هحطها في كيسه وهروح للدكتور. هقول له مثلا يعني ايه السبب، ايه السبب ان هي عملت كده، وان شاء الله برضو انا يعني ايه هطلع واقول لكم عشان تستفادوا كلكم. بس نصيحتي لكم يا جماعه ان انتم لو انت لقيت عندك فرخه تقيله زي ده عن لازم كده، الافضل انت تذبحيها. وزي ما قلت لكم يعني كان عندي بسم الله ما شاء الله الفرخه اتقل من ديت، بس لقيتها نايمه كده يعني لوحدها، كانت ما شاء الله فرخه تعدي ال4 كيلو. برضو الدهن اهوت، هي ما شاء الله مليانه دهن، بس عشان الناس اللي هي بتسال بتقول يعني ايه مليسه، بتبقى فيها دهن كتير بس اكتر من انت من الدهن اللي انتوا شايفينه ده. ده بتسد بقى كده يا جماعه، يعني ما بتخليش الفراخ تبيض عندك كده. تمام، ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. حبيت بس يا جماعه اوريكم الفرخه من جواها، وسايب تقولها دي ايه علشان الناس كلها تستفيد. ماشي، بس هي الفرخه عامه نظيفه وزي الفل، وكان وشها احمر زي ما انتوا شايفين، جتتها بيضه، ريحتها حلوه زي الفل، ما فيش فيها اي ريحه وحشه خالص. يدوبك كل اللي فيها ان انا لقيت البيض مجبن في قلبها ده بس. تمام، ده كان الفيديو بقى بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم ويا رب يكون استفدتوا منه بحاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.